تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. وبركاته ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق عملي اليوم معي في التنسيق والمتابعة ميرا المري، وفي الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أخونا ناصر السليمي، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بالدكتورة عايشة البسطي بتقدم معنا إن شاء الله الحلقة اليوم. دكتورة عايشة صباح الخير. صباح الخير. يا مرحبا وسهلا. ومستمعين الأعزاء، قبل ما نبدأ حلقتنا لهذا اليوم أحب أني أذكركم دائما بتواصلكم معنا خلال الساعة هاي. ومثل ما تعرفون برنامجنا حيوي، برنامجنا يتكلم عن أمور طبية وأمور حيوية والتغذية والصحة والسعادة، فحابينكم تتواصلون معنا إن شاء الله على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، ونقولكم يا مرحبا بكم وسهلا. ومثل ما عودناكم دائما أول حلقة أو أول فقرة من برنامجنا لهذا اليوم بناخذ زميلتنا أسماء الجناحي وبنشوف شو بدردش معانا عن موضوع السوشيال ميديا، ونقول لك أسماء صباح الخير وصباح الصحة والسعادة. مرحبا. صباح الله بالخير أسماء. أسماء. نعم. أسماء. السلام عليكم، صباح الله نور وسرور. صباحك نور وسرور، حياك الله ويانا في البرنامج. الله يحييكم. مرحبا اختي اسماء. مرحبتين اخوي عبد الله، صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين اذاعه نور دبي. الله يحييك. في البدايه بس نحب نذكر او ناكد على مسح دبي الطبي لصحه العيون، هو المسح الاول في الاماره المتعلق بصحه العيون، اللي يستهدف 2190 شخص من دبي. فنتمنى من الأشخاص التي هم مكالمة من مركز دبي للإحصاء أن يتجاوبون ويون، لأنهم لهم دور كبير في تغيير استراتيجية صحة العيون على مستوى إمارة دبي. فكل شخص من هال 2190 راح يكون سبب في تغيير يعني استراتيجية كلها. فنحن ده غالبا بنعرف كم شخص مثلا يعاني من العيون، ممكن عنده بوادر وغيره. فهذا بخصوص مسح دبي بصحة العيون. أيضا اليوم عندنا فعالية في مستشفى دبي، وهي فعالية حول اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وفيها الأطفال راح يكون فيه يوم مميز ندخل الفرح والسرور على قلوبهم وقلوب أهاليهم. جميل. من ضمن الأشياء أيضا اللي نحن قاعدين نحطها اللي هي دبي هيلث بوكينج، ممكن الأشخاص اللي يقدرون يعني يبون يأخذون مواعيدهم وبعدين يبون يتصلون على الرقم المجاني، كل مراكز الرعاية الصحية الأولية موجودة في دبي هيلث بوكينج، فيقدرون من خلال تطبيق دبي هيلث بوكينج أو الموقع أنهم يحجزون مواعيدهم يغيرونها أو يلغونها. ممتاز. فهو شرط يكون في اتصال شخصي. وايد زين. والواحد في أي وقت يقدر يعني يدخل على الأبليكيشن ويستخدمه. يعني هو قاعد في البيت على الكاوتش قاعد على التليفون يقدر يغير ياخذ موعد، فما يحتاج انه يكون في يعني شخص معين. فايضا في بعض المستشفيات وبعض التخصصات الموجوده في المستشفيات موجوده ايضا في تطبيق دبي هيلث بوكينج، فممكن انهم يستفيدون منها وايضا يقدرون يقارنون بالقرب المواعيد بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يشوفون شو اللي اقرب لهم يقدرون انهم يعني يروحون للاقرب. نعم. أسماء، مثل ما ذكرتي الله يبارك فيك ان الموضوع يعني طبيب لكل مواطن، او التطبيقات الذكيه اللي مطبقه في هيئه الصحه، ترى هناك مرات يعني الانسان ما يمكن يحتاج بانه يصير دكتور عايشة يعني يصير المركز الطبي او كذا، تكون كثير من التساؤلات والاستفسارات ممكن ان يتم يعني اجابتها عن طريق التطبيقات الذكيه في اي وقت. كذلك في اي وقت 24 ساعه. أيوة. اي نعم.
ومثل ما قلت أخوي عبد الله تطبيق دبي هذا طبيب لكل مواطن. نعم. متوفر مجانا لكل المواطنين، مو بس يعني لإمارة دبي، كل شخص عند يعني حتى الأشخاص اللي مثلا ما عندهم البطاقة الصحية ممكن يطلع بطاقة صحية ويشارك. فكل نعم. الأشخاص اللي يعني موجودين في بيوتهم عند استفسار، شاف مثلا شيء على إيدي يبي يتأكد يجي المستشفى ولا ما يجي المستشفى، فيعني افضل لي يعني حتى لو الدواء يعني اذا احتاج الدواء بيوصف له بيحط له في الصيدليه. صحيح. كل اللي عليه انه هو بس يمر على الصيدليه ويطلع، يعني حتى ما يحتاج انه يمر على بروسس وهذا كله. صحيح. لانه نعم. بيكون كله موجود في السيستم، وهذا كله في نظام سلامه اللي الملف الموحد، يعني اللي يطلع التليفون يفتح على نفس الطبيب. يعني حتى اذا انا صرت مراجعاتي طبيب اللي انا يعني او طبيب اللي يعالجني بيعرف انا كم مره اتصلت وليش انا اتصلت، فهذا يعطي حتى للطبيب صوره عامه عن الشخص اللي قاعد يعالجه. صحيح. والمهم كذلك اسمع انه لازم نحدث بياناتنا في يعني في النظام الالكتروني. نعم. يعني في ناس وايد يمكن مغيرين ارقام هواتفهم، مغيرين ايميلاتهم، على الاقل نحدثه في اي اقرب مركز صحي لنا، على الاقل الواحد يعني توصله مسج، توصله رساله نصيه، تكون يكون اول باول بالرقم الجديد اللي يستخدمه. نعم. او المعلومات الجديده. نعم. ايضا دكتوره من خلال حديثنا في هذا الموضوع بس احب اني اذكر الكلام اللي تفضلت فيه الاخت اسماء، اذا كان احد المراجعين متصل على الطبيب لكل مواطن المبادره. نعم. فاذا كان هناك الدكتور يشوف الحديث ويشوف السجل الطبي، إذا احتاج أدوية ممكن الدكتورة أيضا تكتب الأدوية، وممكن يوصل الدواء للمريض إلى بيته. ممتاز. اللي هو بخصوص موضوع المبادرة هي الصحة الدوائية. صحيح. دوائي. فممكن حتى الدواء يوصل المتعامل للبيت وهو قاعد في بيته. نعم. نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: جد التوازن بين عملك وحياتك الخاصة، فكل ما خلط بينهما كل ما زادت الضغوط عليك. فأتمنى الأشخاص أن عشان يخفوا على نفسهم ما يخلطون الأمور بينها وبين بعض. صحيح. وراح يكون لها في حياتهم أفضل. أحيانا المناسبات العائلية تكون وايد أكثر عن المعتاد. صحيح. يعني المفروض حتى العوائل يراعون شوية الناس اللي يشتغلون. بس تي مواسم تكون الأحد واحد ما يرمي يتنفس. تعرفين مرات الواحد يعني ما أقول شيء شرح طبيعي، بس قد ما يقدر يوازن، خاصة يعني ما أقول، بس بالنسبة لي اللمات العائلية تيجي في أوقات معينة يعني، وما تبين صراحة تخسرين هاي الأوقات خاصة في اللمات العائلية. بس صح مرات تكون عندك ضغوطات معينة للعمل أو أشياء لازم تكملينها خاصة بالعمل، فمرات الواحد يحاول يعني ينسق بين الاثنين، بس بعد في النهاية لا يضغط على نفسه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتم بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. دكتورة نحن أيضا نضم صوتنا مع أخت أسماء الجناحي عن موضوع التجاوب وتشجيع الناس انهم يسجلون في الاستبيانات هاي، لانها صحيح. كثير مهمه، وايد مهمه، وبالاخص موضوع العيون. نعم. دكتوره عندنا بس سؤال عبر الرسائل النصيه القصيره: هل يوجد علاج لعصب العين واين؟ في علاجات كثيره طبعا، بس الواحد يلجا لطبيب مختص بالنسبه لي سواء عصب العين او الامراض الخاصه بالاعصاب او كذلك بالعيون. يراجع بدايه طبيب الاسره اللي يتابع معاه. نعم. اساس يحول على التخصص المطلوب اللي هو عندنا الاثنين، اللي هو تخصص العيون وكذلك تخصص طب الاعصاب. اولا تخصص العيون عشان يتاكدون صحيح يعني متاثر العصب، واي نوع اي عصب اللي متاثر، لان العين تغذيها اعصاب كثيره. نعم. فيحتاج نعرف بدايه اي نوع فحص العين، التاكد من الاثار اللي مسببينها هذا العصب على سواء العين او سواء المناطق المجاوره، لان مرات اعصاب تكون مشتركه يعني على العين وعلى اماكن ثانيه كذلك في الوجه، فتتقيم الحاله وبعدها يكون العلاج الموجود ان شاء الله. نعم. وتعتمد على كل حاله وطرق علاجها كذلك. نعم. مستمعينا
مستمعينا الأعزاء، أحب أذكركم أرقام التواصل برنامج صحة وسعادة. على الأرقام يمكنكم التواصل معنا على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، عندنا فقرة ثانية ولكن بناخذ فاصل إن شاء الله وبنرجع بنكلمكم عن ما هي طرق انتقال فيروس كورونا الجديد وكيف يمكنني حماية نفسي. خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، وأرحب بكل من تواصل معنا، وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتورة عاشة، مثل قبل لا نطلع الفاصل قلنا بنتكلم عن ما هي طرق انتقال فيروس كورونا الجديد وكيف يمكنني حماية نفسي. صحيح. نعم عبد الله، مثل ما تعرفين دكتورة أن هناك في توصيات كثيرة. صحيح. في الفترة الحالية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن كيف هي اتباع النصائح العامة بخصوص موضوع كورونا. صحيح. بنرجع لموضوع الوقاية من كورونا، بس بناخذ فاصل قبل. اتصال. بناخذ اتصال. نعم. صباح الخير. السلام عليكم. نعم. دكتورة، بس بنشوف موضوع الاتصال، بناخذ معانا الأخت والفقرة الثانية من برنامجنا، بس نكمل التغذية بخصوص فيروس كورونا لأن نفس الشيء، وبعدين بنرجع للفقرة التوعوية. البارحة تكلمنا أكثر بالتفصيل مع دكتورة هند العواضي بخصوص انتقال فيروس كورونا وما هو كذلك كورونا والأعراض. اليوم بنتكلم أكثر عن طرق الوقاية كذلك وكيف الواحد يحمي نفسه عبد الله، لأن نعم. الموضوع يمكن خذ حيز كبير والناس متخوفة، وبالعكس يعني طرق الوقاية جدا بسيطة وسهلة كذلك، يمكن الواحد يحس أنها بسيطة وما بتعطي هذا يعني أن كوقاية. نعم. بس صراحة تعطي وقاية كبيرة بخصوص المرض. نعم. مثل ما قلنا، توصي وزارة الصحة وقاية المجتمع باتباع النصائح التالية. طبعا أول شيء تفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية مثل السعال، العطس، يعني ما بأن نتقرب منهم كثير، وكذلك الأشخاص اللي يعانون من هذه الأعراض، يعني إذا الواحد بيكح بيعطس قد ما يقدر يعني ما يعرض الناس للرذاذ اللي طالع من هذه. وهي دكتورة أيضا يعني وقاية عامة، مو بلازم يعني ما يخص الموضوع، يعني ما نبغى الناس تربط موضوع اللي يعني صحيح. عدم الاقتراب بخصوص موضوع كورونا، لأن في بشكل عام إذا صحيح. أنا مريض مثلا عندي أي مرض نفسي تنفسي أو نعم. كحة وكذا، مفروض أنه يعني أبتعد أو الناس تبتعد عني خلال الفترة. صحيح. هاي النقطة الثانية، تجنب الحيوانات حية أو ميتة وأسواق الحيوانات ومنتجات التي تأتي من الحيوانات مثل اللحوم غير المطهية. طبعا أنا أحب أني أيضا يعني أنوه بالنسبة للنقطة هاي، أنه يعني اليوم في ناس عندهم عزب، في عندهم حيوانات. صحيح. أليفة في البيوت. صحيح. فالمفروض أن الواحد يعني إذا عنده هاي النوع من الأشياء يحاول أنه بشكل دوري الحيوانات تأخذ التطعيمات، تأخذ العلاجات، عساب أنه ما توصل للحيوان أنه يمرض، ممكن يكون ينتقل المرض هذا من الإنسان أو من الحيوان إلى الإنسان. ونقطة كذلك جدا مهمة اللي هي غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون مدة 20 ثانية على الأقل. فرضا ما توفر عنا طالع برا سير مكان، يكون عندي مطهر كحولي أنظف إيدي فيه قد يعني أكرر، يعني استخدمت أشياء معينة، خاصة الأشخاص اللي يعانون من نزلات تنفسية مثل كحة، سعال. نعم. أو الزكام كذلك. وهي ثقافة دكتور، يعني صحيح. غسل اليدين مفروض أن الواحد صحيح. يكون عنده ثقافة بشكل يعني مستمر للجميع. نعم. هذه بالنسبة لي رسالة اليوم، وهي طرق الوقاية وحماية نفسنا، كيف نحمي نفسنا من فيروس انتقال فيروس كورونا الجديد. ننتقل لفقرتنا الثانية اللي هي الفقرة التوعوية، واليوم طبعا بنتكلم عن يعني فوائد الشوفان. نعم. مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة هنادي حسني. صباح الله بالخير أستاذة هنادي. نعيد الاتصال بأستاذة هنادي. طبعا عبد الله الشوفان من
تعتبر كذلك نقدر نعتبرها من الحبوب اللي جدا مفيدة ومهمة للجسم، والناس قامت تستعيض حتى عن القمح أو الشعير أو أشياء كثيرة بالشوفان، يمكن أن سبحان الله تحس أنه أخف سواء في تناولها. وقمنا نضيف الأشياء كثيرة، الناس قامت تضيفها حتى الوجبات الصباح، يعني مثل تكون يعني مثل وجبة خفيفة على الصبح، أو كذلك إضافتها للشربات أو حتى لأكلاتنا لزيادة قيمتها الغذائية، وكذلك النكهة اللي تعطيها في أي شيء أنت أضيفه لها. في ناس تحسس يمكن من أنواع من القمح، تحس بثقيل من الأرز كذلك، من أشياء كثيرة، فقامت تضيف الشوفان لها. والجميل اليوم بنتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية. أخصائية التغذية هنادي موجود ويانا. أستاذ هنادي صباح الخير. صباح النور، يا هلا، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك يا رب. الله يسعدك. نشكركم على الموضوع اليوم، لأن الشوفان واحد من أهم مثل ما نقولها نوع من أنواع الحبوب اللي ابتدينا نعتمد عليها بشكل كبير، وإضافتها للأغذية بشكل يومي. نعم. اليوم راح نتكلم عن الشوفان، اللي بيعتبر هو من أهم مجموعة من مجموعات النشويات، هو أحد من أنواع الحبوب الكاملة اللي بيزود الجسم فوائد عديدة، ويعتبر كمان وجبة فطور مثالية صحية وسريعة التحضير في نفس الوقت. هلا ثلث كوب من الشوفان بيزودنا تقريبا 80 سعرة حرارية، بالتالي بيزودنا بكمية كبيرة من الطاقة اللي بتخلينا نقوم بالنشاطات الحيوية على مدار اليوم. هلا كونه بيزود بالطاقة، وكمان هو مصدر غني بالألياف، من هون بتيجي أهميته، أنه بيزيد الشعور عندنا بالشبع والامتلاء لفترات طويلة أثناء النهار، وبالتالي يخلينا نقلل من عدد الوجبات اللي نتناولها وعدم تناول سعرات حرارية عالية، وبالتالي بيقينا من مخاطر السمنة. هلا هاي الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن وعندهم سمنة زايدة، بالتالي إذا دخل الشوفان في أكلهم بيخليهم يشعروا بالامتلاء لفترات طويلة، وبيقلل تناولهم من سعرات حرارية عالية. وكمان كونه غني بالألياف، وخاصة الألياف الزائدة مثل البيتا جلوكان، هذا بيتم عملية تخميرها بواسطة بكتيريا نافعة في الأمعاء، وبدورها بتساعد على خروج بعض الأحماض الدهنية اللي هي تعتبر من مكونات الكوليسترول. هلأ لما يقلل من هاي الأحماض الدهنية وبيقلل من الكوليسترول، بالتالي بيخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم اللي هو منقوله الـ LDL، وكل هاي مرتبط بأمراض اللي هو القلب والشرايين. صحيح. يعني ارتفاع هاي الأحماض الدهنية والكوليسترول الضار مرتبط بأمراض القلب والشرايين. في هناك دراسات كثيرة لقوا إن الأشخاص اللي بتناولوا تقريبا من حصتين إلى ثلاث حصص من الشوفان يوميا في غذائهم، هذا بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 26%. هلأ ونرجع كمان لأنه مصدر غني بالألياف، بالتالي بقي الأشخاص من اضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك. وكمان كونه غني بالألياف، هلأ أي مادة عالية الألياف بيكون اللي هو المؤشر الجلايسيمي إلها قليل. هلأ كل ما كان المؤشر الجلايسيمي قليل بيكون مقاومة الجسم للإنسولين أقل، بالتالي بقي كمان الإصابة بأمراض السكري النوع الثاني. ممتاز. ومو بس كمان إنه غني هو بالألياف، كمان بيحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين بي كومبلكس، وكمان بيحتوي على المعادن مثل الزنك والكالسيوم والفوسفور والنحاس والحديد. هلأ رح أتكلم كمان عن هلأ بعض الأمهات بيسألوا عن طرق يعني إدخال الشوفان لوجباتهم بالنسبة للكبار وللأطفال. صحيح. هلأ ممكن نتناوله إحنا كوجبة إفطار، ويعتبر وجبة فطور صحية متكاملة. هلأ إذا طبخنا الشوفان مع الحليب وأضفنا لها بعدها المكسرات والفاكهة المجففة، تعتبر وجبة غذائية صحية كاملة غنية بالألياف مثل ما قلنا، وبتشبعنا لفترة طويلة أثناء اليوم. صحيح. هلأ ممكن طريقة تانية إضافته للشربات مشان يكثف القوام، بدل إضافة مثلا الكريمات أو الطحين والشتة نعمل كريمي سوب، ممكن إحنا نضيف نستغني عن هاي الأشياء ونستخدم شغلة صحية غنية بالألياف، ونفس الوقت ما
ممكن تؤدي إلى نفس العمل اللي بتقوم فيه الطحين والزبدة أو الكريمات المكثفة. صحيح. كمان ممكن نستخدمه في صناعة الحلويات بدل الطحين. صحيح. بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف. والحين حتى وجود الطحين اللي هو خاص بالشوفان، يعني طحين الشوفان. أيوة كمان طحين الشوفان. أيوة. وفي كمان اللي هو حبوب الإفطار اللي هي مصنعة بتكون. نعم. لكن إحنا بننصح بتناول الحبة الكاملة. هلا في بيكون منهم شردت مقسمة ومجزأة أو مثل الباودر. هلا يعني إلها قيمة غذائية عالية، لكن إحنا نفضل تكون الحبة كاملة بيكون أفضل، لأنه كل ما تعرضت لعمليات تصنيعية أكثر أكيد بتفقد من قيمتها الغذائية وبتقل كمية الألياف اللي فيها. صحيح. صح. أيضا أستاذة هنادي، يعني مثل ما ذكرتي فوائد الشوفان كبيرة، واستخداماتها أيضا في يعني أمور كثيرة، وأيضا أصبحت اليوم يعني مثل ثقافة أن من الوجبات الصحية وتنحط يعني في كثير من الأشياء. فهناك أيضا ثقافة هنادي باستخدام الشوفان في حق اللي يسيرون الجيم أو يستخدمون أو برامج رياضية معينة. هل عندك أي تعليق في هذا الجانب عن الكميات مثلا؟ هلا الكميات هو زي ما قلنا هو نشويات، وفيه كمان كمية من البروتين. هلا مين اللي هم اللي بيروحوا على الجيم بيركزوا على كمية البروتين؟ الشوفان لا يعتبر مصدر جيد للبروتين، فيه نسبة بروتين لكن هو مش مصدر أساسي للبروتين. نعم. هلا ممكن اللي بيروحوا على الجيم زي ما قلنا كونه غني بالألياف ممكن يزودهم بسعرات حرارية ولفترات طويلة كونه غني بالألياف، بالتالي بيتم في معدتهم لفترة طويلة، يعني بيحسسهم بالشبع لفترات طويلة، ونفس الوقت بيزودهم بطاقة لفترات طويلة. ففيهم ياخذوا الشوفان طبعا أفضل زي ما قلنا من الحبوب الكاملة الأنواع الثانية مثل الذرة والقمح. هلأ مثل ما قلنا لأنه نسبة الألياف فيه مقارنة مع الحبوب الكاملة الأخرى هو أعلى، وكمان فيه نسبة بروتين أعلى من الحبوب الكاملة الأخرى، والمعادن كمان فيه نسبة أعلى، بالتالي ننصح بتناوله حتى للرياضيين. أستاذة هنادي، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام. هلا مثل ما قلنا الأمهات دائما بيحضروا لأطفالهم التشيكن ناجتس والأشياء المقلية اللي بتكون مغطية بالبقسماط، هلا ممكن يستعيدوا عنها بالشوفان بدل البقسماط. ودائما لو احنا خلينا فطورنا حبوب كاملة اللي هو سيريالز بيكون كتير افضل من المعجنات واللي هو الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، خاصة فترة الصبح مشان ما نزود جسمنا فجأة بكمية عالية من الكربوهيدرات. صحيح. الصبح بالتالي بزيد افراز الانسولين، ولا قدام منعرض انفسنا للاصابة بمرض السكر نوع الثاني. فدائما يفضل إن وجبة الإفطار تكون من الحبوب الكاملة. صحيح. أستاذة هنادي حسني، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. أهلا وسهلا. هذه كانت فقرتنا عبدالله بخصوص فوائد الشوفان، وتكلمنا أكثر وأكثر عنها فوائدها، وكذلك عن الأطباق أو كيف ينضاف لأطباقنا اليومية. ممتاز دكتورة عاشة. قبل لناس ناخذ الفاصل الإعلاني بنحب نذكر مستمعينا الأعزاء أن بتكون معانا ضيفة في الاستديو الأستاذ مي الدوسري، مدير مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم كثير عن شهر الابتكار وشو هي مبادرات هيئة الصحة في هذا الشهر. مستمعينا الأعزاء خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، أحب أني أرحب بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي، وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ويعني فقرتنا بتكون الحين بنتكلم عن الابتكار وشهر الابتكار وإيش هي يعني مثلا مشاركات هيئة الصحة في شهر الابتكار. أنهت
هيئة الصحة بدبي استعداداتها للمشاركة في أسبوع الابتكار الذي سينطلق في يوم الأحد المقبل ضمن شهر الإمارات للابتكار. وتحرص هيئة الصحة بدبي سنويا على التحضير لهذه المشاركة بأحدث ما لديها من خدمات طبية ذكية وبرامج وتطبيقات ذكية أيضا تستهدف من توظيفها خدمة الناس وراحتهم وصحتهم وتعزيز جودة حياتهم. حول هذه المشاركة المتميزة والجديد الذي سيطرحه هيئة الصحة بدبي هذا العام وأهمية أسبوع الابتكار يسرنا ويشرفنا أن تكون معنا هذه الفقرة الرئيسة الأستاذة مي الدوسري مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي. أستاذة مي أهلا وسهلا بك وصباح الخير وصباح الصحة والسعادة. حياك الله ويانا في البرنامج. الله يحييك دكتورة. طبعا أستاذة مي عندنا أسبوع الابتكار وطبعا حابين ناخذ أكثر فكرة عامة عن أسبوع الابتكار وشو أهميته بالنسبة لهيئة الصحة بدبي. طبعا شهر الإمارات الابتكار أعلن عنه الشيخ سمو الشيخ محمد بن راشد، هدف الرئيسي هو نشر ثقافة الابتكار وتحويل الابتكارات إلى واقع ملموس ومؤثر في حياة الإنسان والمجتمع، ويكون هو المحرك الرئيسي لمسيرة التطوير واللي يعزز ريادة دولة الإمارات في كافة المجالات. نعم. من ضمنها مجال الصحة. طبعا شهر الإمارات للابتكار هو ممتد من 1 فبراير إلى 29 فبراير. نعم. في رحلة في كل إمارات الدولة، وبيكون في إمارة دبي من تاريخ 22 فبراير إلى 29 فبراير. مشاركة هيئة الصحة في دبي طبعا منذ إطلاق أسبوع الابتكار في عام 2015 اللي هو كان عام الابتكار، كان هدف هيئة الصحة طبعا تعزيز ثقافة الابتكار مش بس على مستوى هيئة الصحة، ولكن حتى تعزيز ثقافة الابتكار لجميع أفراد المجتمع. فدائما كانت مشاركاتنا موجهة إلى المجتمع في أن نحن نبرز جهود الهيئة في مجال الصحة، في مجال الرعاية، شو التقنيات الجديدة في المجال الصحي، شو إنجازات الهيئة في مجال الابتكار. نعم أستاذ مي، مثل ما تعرفين أن هيئة الصحة بدبي وتوجه معالي هيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي دائما ينصح بتطبيق يعني نموذج الابتكار والإبداع في الخدمات الصحية. اليوم مثل ما تعرفين الخدمات اللي تقدم يعني الأفضل أن هيئة الصحة أو الجهات الحكومية هي اللي تتبنى يعني برامج ابتكارية وبرامج يعني فيها الانوفيشن يعني مثل ما يقولون. فأكيد طبعا مثل ما تفضلتي هناك كانت استعدادات كبيرة، ومثل ما ذكرتي ان يعني هيئة الصحة بتشارك في يعني برامج ابتكارية تقديم خدماتها في اكثر من مكان. لو تحدثينا استاذة مي كيف المشاركة وين الاماكن اللي انتم بتقدمون خدماتكم الابتكارية خلال هذا الشهر؟ طبعا نحن عندنا بيكون موقعين رئيسيين اللي هم في بوليفارد أبراج الإمارات. طبعا بتكون مشاركات جميع الجهات الحكومية في أبراج الإمارات، بيتم فيها طبعا الهدف منها هي أن نحن ننقل المعرفة لمختلف شرائح المجتمع، منها طلبة منها شركاء، فبيكون فيها عدة أنشطة هناك. أول شيء أن نحن نعزز جهود الهيئة في ودورها وتوجهاتها في مجال الابتكار اللي هي تحقق رؤية الدولة. نعم. وتحقق التوجهات الدولة في مجال الابتكار، فبيتم نقل المعرفة فيها، وبيتم طبعا تسليط الضوء على بعض من الخدمات اللي هم روبوت العمود الفقري. نعم. وروبوت القسطرة للجلطات الدماغية، بيتم. نعم. تسليط الضوء على هالخدمتين، وبعد بيكون في باص التبرع بالدم. نعم. اللي هو صديق للبيئة يشتغل بالطاقة الشمسية 100% باص كامل متكامل بدون أي تدخل للديزل وهالأمور يعني. ممتاز. فبيكون هناك متواجد في أبراج الإمارات،
والمشاركة الثانية بتكون في مركز الابتكار الصحي اللي هو اللي تابع لهيئة الصحة. طبعا في وايد أنشطة هناك، الخدمتين هم الروبوتات اللي بيتم تسليط الضوء عليها في أبراج الإمارات، بيكون لها مواقع في المركز بالسيميوليشن، فاللي بيحب إنه يشوف هذه التقنية ويعرف عنها أكثر ممكن يشوفها. وبعد عندنا نحن شركائنا في الهيئة، بعد بندخل معاهم بنعرض بعض التقنيات اللي خاصة بطباعة ثلاثية الأبعاد، شو أثرها على المجال الصحي، وشو القصص النجاح اللي صارت الحين في الهيئة عندنا. من غير طبعا الأنشطة الثانية اللي هي خاصة بورش العمل، عندنا أكثر عن 10 ورش عمل في المركز من مختلف المتحدثين. وعندنا بعد مشروع مع شركائنا مايكروسوفت، هذا مش يعني بيكون متخصص لقطاعات الهيئة على مدار الأسبوع، كل قطاع عنده موضوع معين يطلعون فيه بأفكار ابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي. فإحنا في خلال هالأسبوع بنسلط الضوء في دور الهيئة في مجال الابتكار في من ناحية الذكاء الاصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد، الروبوتات، فبندخل في أكثر من موضوع فيها. ممتاز. أستاذة مي، حابين نتعرف أكثر عن شو هي الأهداف اللي تسعى الهيئة كذلك إلى تحقيقها في هذا الأسبوع اللي هو أسبوع الابتكار؟ هو نحن يعني نحن دائما عندنا كل سنة موضوع معين سمو الشيخ محمد بن راشد يسلط الضوء عليه، على أساس أن الجهات كلها تركز عليها في السنة في خلال العام. فنحن عندنا في عام 2020، وطبعا هذه مسابقة تحدي موجودة في على مستوى دولة الإمارات، أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار اللي هو يخص الاستعداد للخمسين، عام الاستعداد للخمسين. فمن هذا المنطلق نحن هدفنا في أسبوع الابتكار أول شيء احتضان الأفكار المبتكرة، تصميم الأفكار المشتركة سواء مع للتحديات اللي هي موضوعة لنا، بالتعاون مع الجهات، مع الأفراد، مع الشركات الخاصة، مع الشركات الناشئة، مع الجامعات. فهي خلال فرصة يعني أسبوع الابتكار هي الفرصة للقاء هذه الشرائح كلها في مكان واحد، يعني مثل منصة تفاعلية بين يعني هيئة الصحة، خدماتها، تفضلتي يعني الشركاء اللي موجودين يعني بالضبط. في الهيئة هي نعم. وطبعاً هي كلها تهدف للإسهام في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والاستعداد للمستقبل. فهذا الهدف الرئيسي لأسبوع الابتكار ومشاركتنا فيها. ممتاز. طبعاً أكيد في برامج جديدة وكذلك تطبيقات بتكون موجودة كذلك، ذكرتي جزء كبير منها كذلك أستاذة مي، فحابين نتعرف أكثر عن هذه التطبيقات الجديدة. وأيضا دكتورة عاشة ذكرت أستاذة مي أن هناك يعني هيئة الصحة بدبي اليوم تقدم خدمات، والخدمات هاي يعني عن طريق الابتكار، عن طريق الإبداع، عن طريق الروبوتك اللي أستاذة مي تكلمت، موجودة وتطبق صحيح. اليوم في المستشفى راشد، لو تقدر أستاذة مي يعني تسلط الضوء أكثر على هاي العمليات اللي تسوى بطريقة الابتكار والإنوفيشن. طبعا نحن أول ما يعني فكرنا في موضوع أسبوع الابتكار، نحن سوينا جلسة عصف ذهني، شفنا كل شو التقنيات المستقبلية والتقنيات الابتكارية، فجلسنا وحطينا ذكر، حتى رسمناها ذكاء الاصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد، يعني 3D printing، blockchain، جلسنا حطينا سوينا مثل الخلية صح. ويلسنا نفكر أوكي شو اللي يعني تأثيره على أفراد المجتمع، يعني هذا الشيء اللي بيكون مش بس خدمة يعني للطبيب، شو هي هاي الخدمة، هل لها أثر على المريض ولا لا. فقلنا بنسلط الضوء عليها، وتم بناء عليها اختيارها. فنحن اخترنا روبوت القسطرة للسكتة الدماغية اللي هي الروبوت اللي يستخدم الجراح اللي يطلع له مكان الجلطة بالضبط وين في الدماغ عن طريق الروبوت هذا، فهي تسهل عليه، تقلل من وقت العملية وغيرها.
عملية العمود الفقري بعد هي روبوت ولها تأثير كثير من تقليل وقت إقامة المريض، تقلل من نسبة الألم اللي يحسبه بالمريض. فنحن يعني اخترنا هالموضوعين لأنهم حتى بالنسبة لنا كمركز الابتكار وايد تينا طلبات في موضوع العظام في 3D printing. نعم. يعني في موضوع العظام في نفس الوقت يعني كنا نفكر في موضوع الجلطات الدماغية ونسبتها وكذا، فحبينا نحن نسلط الضوء على شيء اللي هي يعني فيها يعني حالات كثيرة فيها يعني الله يبعد الشر عن الجميع، بس إنه يعني هذه من التخصصات اللي لها أثر كبير يعني على الناس. بعدين دخلنا في اللي هو طباعة ثلاثية الأبعاد. وهذه أثرها طبعا مش بس على المريض، حتى على الطبيب إنه يفهم شو بالضبط بيسوي قبل العملية. ويقدر يشرح للمريض عن طريق أنه يراويه نموذج، سواء نموذج يعني نموذج قلبه، نموذج الحوض كامل، يقدر يشوف الحوض ماله كامل ويشوف مثلا عملية تبديل مفصل وين بيبدل. من ناحية تقنيات مايكروسوفت، هذه تقنيات مايكروسوفت، احنا مايكروسوفت شريك معانا وبيكون من أكثر الشركات الفعالة خلال أسبوع الابتكار معانا من خلال أنشطة مختلفة. فهم مثلا عندهم تقنيات تخص الذكاء الاصطناعي، فخلال الأسبوع بيتم عرض تقنيات في الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. وبيتم عمل ورشة عمل لكل قطاع في الهيئة على مستوى الهيئة، وبنطلع معاهم بأفكار تخدم الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ممتاز. فعندنا نحن هذه يعني الخدمات اللي بنسلط الضوء أكثر شيء عليها خلال أسبوع الابتكار. ممتاز. ذكرتين أستاذة مي كذلك عن فقرة بداية قبل حتى اختيار المواضيع، كان في عندكم جلسات عصف ذهني يعني حتى كاختيار للأفكار اللي اخترتوها، فحابين نتعرف أكثر يعني بما أن في جلسات عصف ذهني فأكيد في مثل ما نقول محاضرات أو جلسات كذلك في مركز الابتكار في هيئة الصحة في دبي، فحابين نتعرف أكثر عن هذه الجلسات وكذلك المحاضرات. أوكي. اللقاءات بتكون نحن عندنا بشكل يومي، نحن عندنا جلسات حديث الصحة بتكون خلال الأسبوع. طبعا عندنا المتحدثين من متحدث من واحدة من حاضنات الابتكار العالمية بيتكلم عن دور حاضنات الابتكار، ونحن ننقل المعرفة يعني من ناحية مختبر الابتكار شو دوره يسوي، كيف الفكرة تدخل في الحاضنة. يعني هي الفكرة ما تروح لإدارة وتعالي الإدارة تعالي قدميها، لا، كيف أنت كشخص مقدم فكرة تدخل في الانكيوبيشن بيريود هذه. عندنا متحدثين في مجال كيف أن الفكرة هاي تحولت إلى شركة ناشئة. فهذا المتحدث بيتكلم يعني أنه كيف تجربته كانت. يعني هو بيتكلم أستاذ مي عن فكرته، يعني هو أكثر واحد عارف عن الفكرة ويقدر يعطيكم يعني كل الجوانب اللي يحتاج الإنسان عن الفكرة هاي وتطبيقها. يعني حتى فكرة الإنجاز، يعني الواحد يعرف الخطوات من البداية. بالضبط. يعني هي يعني الشخص يعني شو الأشياء اللي لازم تكون فيه علشان هو يحقق هذه فكرته، هذه اللي حطها في نظام أفكار عندنا. كيف يصبر عليها لين ما توصل إلى قصة نجاح. في ناس ممكن يحطون فكرة ويروحون. لكن هذا الشخص كيف وصل إلى هالمرحلة، هني هو بيتكلم عن قصة نجاحه. صحيح. هذا جدا مهم، يعني خاصة أن تعطي تشجيع للباقين كذلك أن يرعون أفكارهم حتى لو كانت بسيطة لما يوصلون هالإنجاز وكذلك لقصة نجاح. أستاذ ما يحبين نتكلم كذلك إذا كان في أي تقييم خلال هذا الأسبوع لمشاركة الهيئة فيه؟ بيكون احنا عندنا تقييم، يعني تقييم اثره على الحضور عندنا. نحن حاطين ان شاء الله بيكون في استبيان عندنا في مركز الابتكار. كل اللي بيكونون متواجدين عندنا في مركز الابتكار بيتم تقييمنا عن يعني مدى استفادتهم في الرحلة اللي بيدخل فيها في المركز عندنا. ممتاز. ونحن في مثلا جلسات حديث الصحة طبعا احنا اطلقها معالي حميد القطامي المدير العام في شهر سبتمبر ومستمرين فيها بشكل شهري، ولكن كثفناها في شهر فبراير.
هذه يعني نحن بعد كل جلسة اللي يحضرون معانا دائما نقيس مدى رضاهم، وبعد نسألهم إذا هم عندهم حد ممكن يرشحونه حق حديث الصحة للمرات القادمة. ممتاز، الاستفادة أكثر كذلك. نعم. يعني حتى اللي موجودين الاستفادة من خبراتهم وكذلك أكيد. تفاعلهم وتقييمهم لهذه الجلسات. صح، ونحن حتى يعني كان ندعو موظفين الهيئة بعد أن يكونون في حديث الصحة. باختصار أستاذة مي، حابين نتعرف شو النتائج اللي تتوقعونها من اللي تتوقعها كذلك هيئة الصحة بدبي من خلال هذه المشاركة؟ طبعا احنا يعني بالنسبه لنا عندنا اهداف كثيره يعني نحن نتمناها، واهداف ان ممكن حتى نتخيلها. نعم. الاهم عندنا ان نحن نعزز من ثقافه الابتكار ونحفز الموظفين وافراد المجتمع ان ثقافه الابتكار فيها تحدي. اللي نعم. بيدخل في هذا الرحله بيكون فيها تحدي، ولازم يواصل فيها. فنحن اللي نطمحه ان نحن الفكره هذه نحققها الى توصل الى واقع ملموس. ممتاز. فهذا اهم هدف عندنا نحن، وهل يشجع الواحد ان يخوض في هذه التجارب لان فيها نوع من التحدي. أيه. والواحد مثل اللي يختبر نفسه في هالنوع من أكيد. التجارب. استاذ مي دوسري مدير مركز الابتكار الصحي بهيئه الصحه بدبي، شكرا لك. مشكوره دكتوره، اتمنى لك ان شاء الله استاذ مي شهر مبدع وشهر مبتكر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ومستمعينا الاعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أحب أني أشكر الفريق الإعلامي من إذاعة نور دبي، مخرجنا المبدع سالم السليمي، والأستاذ المنسقة ويانا اليوم الأستاذة ميرا المري، وفي الإعداد يوسف سعد، محدثتكم الدكتورة عاشر البسطي، ويشاركني الحلقة اليوم الأستاذ عبد الله جمعة. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.